أهلا فيكم برج الحمل في قناتي. بدنا نشوف شو هي توقعاتك العاطفية حتى آخر الشهر. القراءة مثل دائما راح تكون البرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس. يعني إذا أنت عم تتابع لبرج الحمل ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون قريبة لطاقتك، ما تحاول تجبر القراءة إنه تكون يعني إنه تنطبق عليك، لأنه قراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع، ولكن ممكن يكون في الفيديو رسالة أو إشي ممكن تحس أنت ممكن تستفيد منه. فخذ الشيء اللي بيفيدك من الفيديو واترك الأشياء اللي بتحس ممكن إنه سلبية أو طاقتها ما بتنطبق على طاقتك. طيب بدنا نبلش أول إشي بطاقتك أنت، بعدين بدنا نشوف طاقة الحبيب أو الشريك، وأيضا نشوف شو ممكن يصير بينكم في المستقبل أو طاقتكم المشتركة للمستقبل. نبلش أول إشي بكروت النصيحة. ممكن تستفيد من كروت النصيحة. في عندك simple acts of kindness. Kindness energizes and brings happiness to those around you. يعني ممكن كروت النصيحة بتحكي لك في أمور بسيطة ممكن تساويها للشخص اللي أنت عم تتعامل معه أو حبيبك، يعني مبادرات صغيرة ولكن لطيفة. أيضا أي إشياء بسيطة رمزية ممكن الشخص اللي أنت عم تتعامل معه بيحس إنه أنت مش عم تعبر عن مشاعرك تجاه الشخص، وممكن أي إشي بسيط تقدمه لهالشخص سواء كان رسالة سواء كان أي إشي بسيط يرمز لأنه إنه أنت مهتم بهالشخص أو أنت فعلا بتقدر هالشخص. أيضا مبين إنه برج الحمل كتير مركز هالشهر على أموره العاطفية، لأنه أغلب الكروت اللي طلعت عندي كروت عاطفية. في شخص أنت عم تتعامل معه بتحس العلاقة بينكم كتير قريبة، أو بتحس إنه أنت وهالشخص بمثابة soulmate. إذا أنت وهالشخص بديتوا مع بعض على أساس أصدقاء، عم شوف إنه البوندينج أو التواصل بينكم رح يكون أو رح يقوى في هالشهر ولقدام. عم شوف إنه الشخص اللي عم تتعامل معه في بينك وبينه تفاهم كتير، وللبعض منكم اللي مستني خبر في أخبار جيدة رح تجيك بآخر الشهر بخصوص هالحبيب بخصوص هالشريك. في إشي رح ينكشف لإلك من هالشخص، يعني ممكن يصير في بينك وبينه تواصل، أو للبعض منكم اللي منفصلين مش عم تحكوا مع بعض ممكن أيضا تحكوا مع بعض أو يصير في بينكم تواصل. هذا كان بالنسبة لكروت النصيحة. بالنسبة لطاقتك أنت، خلينا نشوف وطاقة الحبيب. عم شوف أنت كتير مسكر على حالك أو منطوي على حالك، مش عم تسمح بينك وبين هالشخص. في كتير حواجز بينك وبين هالشخص، وفي كتير أسرار، وفي أشياء كتير مخبأة بينك وبين هالشخص انتو مش عم تحكوا فيها، مع انه انت من جوا في عندك تعاطف لهالشخص كتير كبير. عم شوف بمشاعرك الباطنية انت كتير بتحن لهالشخص، ولكن
أيضا عم شوف إنه أنت باني سور حول نفسك ومش عم تسمح لهالشخص يفوت على حياتك. عم شوف أيضا أنت يا برج الحمل، يعني بطاقتك أنت بصراحة هالكرت بيدل على المانيبيليشن أو على التلاعب، فممكن أنت مش عم تحكي الحقيقة كاملة لهالشخص، في إشي أنت مش عم تحكي للشخص اللي انت عم تتعامل معه. عم شوف نظرة الشخص اللي عم تتعامل معه انت ايجابية اكتر من نظرتك انت. عنده the sun card هالشخص، فهو نظرته تجاه العلاقة ايجابية اكتر شوي. بيعتبرك ايضا soul mate هالشخص. ممكن تكون عم تتعامل مع برج الجوزاء أو أي برج ترابي. أيضا في عندك طاقة مائية كتير بالقراءة، فممكن يكون برج مائي اللي عم تتعامل معه، ولكن مبين إنه أنت ممكن انجرحت من هالشخص بالماضي، أو في صار بينكم مشاكل أنت وهالشخص بالماضي، وعم شوفك مش عم تحكي له الحقيقة كاملة، أو عم شوفك عم تحاول ممكن عم تحاول تتابع أخبار هالشخص بدون ما هو يعرف أو بدون ما هو يحس، لأنه عندك the high priestess بطاقتكم يعني المشتركة، فأنت وهالشخص في أمور مش عم تحكوها لبعض. أنت وهو عم تحاولوا تكتشفوا معلومات عن بعض، ولكن ما في حدا عم يحكي للآخر، يعني عم تحاولوا تخلوها بطريقة سرية. هلا بالنسبة لطاقة حبيبك أو شريكك، عم شوفه أكتر مركز على الأمور المادية حاليا، بالذات للأشخاص اللي مش عم يتواصلوا مع بعض حاليا. عم شوفه مركز أكتر على وضعه المادي، بده يبني وضعه المادي. انت وهو هلا الشخص كتير بيعتبرك سول ميت، ولكن الشيء اللي عم شوفه عم يسبب عائق تجاهكم هو ما في تفاهم بالتواصل، بمعنى انه التواصل بينكم كتير منيح وفي انجذاب بينكم كتير منيح، إلى إنه دائما ما بيكون في مشاكل بينكم، أو دائما ما بيكون في بينكم نزاع بالحكي. فأنت وهالشخص مثل وكأنه ند بند أو راس براس أو كلمة بكلمة، دائما بيصير في بينكم نزاع أو مشاكل بالحكي أو مشاحنات بالحكي. عم شوفك انت ايضا حسيت او في ممكن البعض منكم لانك انجرحت من هالشخص بالماضي، عم شوفك مش كتير متفائل بفكرة الحب بالمستقبل، لانه انت بتحس انك انظلمت وانت بدك نوع من العدالة تتحقق. وبما انه هاي الصف خطواتك المستقبلية أو بشو راح يصير عندك بالمستقبل، أنت عم تطالب بنوع من الجاستس، وهالشخص عم شوفه مع إنه بعقله الباطني بيشوفك على إنك سول ميت، إلى إنه لسبب ما هالشخص في مثل يعني في إشي بده يحكي لإلك، وعم شوف إنه في حكي شوي حاد أو في حكي رح يكون كتير صريح بينك وبين هالشخص. بس الطاقة بينكم يعني كتير نارية، فمبين إنه أنت وهالشخص في عندكم مشاعر أو بتكون مشاعر كتير تجاه، في عندكم باشن وشغف تجاه بعض. طب بدنا نشوف كروت توضيحية لهالشخص، ليش دائما حبيبك بيحس انه لازم يكون دفاعي
أو في عنده دائما وكأنه بيحب يخلق نوع من الدراما. هالشخص ما بيحب يخسر أبدا، عم شوفه شخص كتير بيحب المنافسة، أو مش بيحب المنافسة ولكن هو ما بيحب يخسر دائما، يعني من النوع اللي دائما بيحب يثبت إنه نقطته أو كلمته هي صح، ولو أحيانا بتكون على حساب حاله. فمبين لي إنه هالشخص أيضا اللي عم تتعامل معه شخص كتير عنيد، ما بيحب يتنازل ولو على حساب كرامته، يعني بعقله الباطني دائما بيفكر فيك، بيحاول إنه يرجع العلاقة اللي بينكم، أو إذا أنتم منفصلين بيحاول إنه يرجع معك، ولكن مش عم يتخذ خطوة في هالموضوع. يعني ممكن هالشخص يموت ولا إنه يقوم بالمبادرة الأولى تجاهك، أو هو اللي يحكي معك، لأنه هو بده يثبت نقطته، ولكن من جوا تعيس هالشخص، لأنه هو أساسا بده إياك وبده التواصل بينكم يتصلح أو يكون مثل الماضي، ولكن يعني مستحيل يكون هو بالخطوة الأولى أو إشي مثل هيك. أيضا ممكن هالشخص عنده خوف من الرفض كتير عالي، بيخاف إنه ينرفض، بيخاف إنه إذا إجا حكى معك أنت تصده أو ترده أو ترفضه. وبعدين يعني ما بيحب يبين كشخص أحمق أو إشي مثل هيك، أو إنه يعني ما بيحب يجي على كرامته هالشخص. عم شوف، طيب بدنا نشوف البعض منكم اللي عم يطالب على الشخص، أو بده نوع من الجستس، أو بده حتى موازنة بالأخذ والعطاء، لأنه ممكن أيضا أنت تحس إنه أنت اللي عم تعطي أكثر من هالشخص. بدنا نشوف بالمستقبل، لأنه مبين إنه بالمستقبل في عندكم رح يصير تواصل، ولكن التواصل ممكن يكون مش كتير إيجابي. هلا في حب ومشاعر، ولكن التواصل اللي بينكم أو الحكي اللي بينكم ممكن يكون في شوي مشاحنات، في شوي مجادلات، في شوي عتاب، عتاب اللي صار بالماضي انت وهالشخص. بس هالشخص عم يحاول يعني يستخدم طاقة الجذب لأنه يجذب تواصل بينكم وحكي بينكم. طب بدنا نشوف بالمستقبل انت وهالشخص، طبيعة التواصل اللي بينكم، لأنه أنت هون أيضا مبين إنه أنت مش كتير متحمس لهالفكرة، أو رافض عروض حب عم تيجيك سواء من هالشخص أو من شخص آخر. بالنسبة لكوين أوف وانز رح يكون في أيضا بداية جديدة، بدنا نشوف البداية الجديدة رح تكون مع هالشخص أو مع شخص جديد. طيب ما عم شوف انه رح يكون في ارتباط جدي مع هالشخص، او زواج او خطوبة، لانه هالكارت بيحكي عن امور تقليدية، يعني الكونكشن بيكون كتير تقليدي، وهو اجا مقلوبه. انا عندي ديك يعني ما فيه كروت مقلوبة، بس بما انه طلع هيك عم شوف ايضا علاقتكم راح تكون، أو في المستقبل علاقتكم راح تكون مش بالطريقة التقليدية، يعني ممكن يصير في عندكم أنت وهالشخص. عم شوفك أيضا هون ممكن أنت تفكر إنه بدك تتحرر من مبادئ ومفاهيم أنت
كنت ملتزم فيها أو كنت بتآمن فيها، لأنه أيضا هاي ورقة روحانيات، فممكن في إشياء أنت عم تبعد عنها بتحس إنها بطلت تفيدك، فعلاقتك مع هالشخص غير تقليدية، ومبين إنه أنت يعني في جوا رأسك أو في تفكيرك الداخلي عم تشوفها كتير كتير مرهقة، كتير مرهقة عقليا لإلك يعني، أو حتى جسديا بتحس إنه كثرة التفكير فيها كتير هلكتك. التواصل بينك وبين الشخص كتير فيه عوائق، طبعا بيختلف من شخص لآخر، أنت بتعرف شو هي العوائق اللي بينكم. البعض منكم ممكن تكون أنت بعلاقة أخرى حاليا، ممكن يكون الشخص اللي أنت عم تتعامل معه بعلاقة أخرى حاليا، أو ممكن تكون العوائق فقط إنه ما حدا مستعد يتنازل أو ما حدا مستعد يقوم هو بالخطوة الأولى، لأنه عم شوف كتير عم شوف كتير مشاحنات بالحكي، وانت وهالشخص ويتي مثل ما بنحكي، او شخص بيفهم دائما كل اشي على الطاير، فصعب انت وهو صعب انك تفوز مع هالشخص بنقاش، لانه دائما بيكون في عنده رد، دائما بيكون في عنده جواب، دائما بيكون في عنده اشي يناقش فيه او اشي يعود عليك بالحكي، إلى إنه أنت مش كتير متحمس لهالشخص. البعض منكم أنت كتير، أو ممكن تكون مش متحمس لعروض حب جديدة، يعني ممكن يكون أنت مع أشخاص جديدة ولكن مش كتير متحمس لعروض حب جديدة. طب بدي أشوف أنا، بما إنه في تواصل رح يصير للأغلبية منكم، بدي آخر إشي أوضح حقيقة مشاعر هالشخص، لأنه مبين إنه هو من جوا بالفعل بيحبك هالشخص، أو يعني بيعتبرك سول ميت، ولكن في عنده مشاكل بالإيجو أو بكرامته، أو ما بيحب يتنازل هالشخص، فبدنا نشوف هو ليش مش عم بيقوم بالخطوة الأولى، أو ما هو السبب اللي هو مش عم يحكي فيه معك. فهالشخص من جوا قلبه مكسور، عشان هيك مش عم يحكي معك. قلبه مكسور، ممكن يكون أيضا عم يحاول يخلي الأمور تيجي بطريقة عفوية، ما بده يغصب أي إشي. ممكن يكون أيضا بيشوف إنه أنت بتنظر له على إنه طفل، أو بتنظر له على إنه غير ناضج، فهو مكسور قلبه من جوا. أيضا ممكن يكون المادة أو العامل المادي سبب في إنه مش عم يقوم في الخطوة الأولى، ممكن هالشخص عم يحس إنه غير متمكن ماديا، عشان هيك مش ما في عنده الثقة الكافية إنه يحكي معك أو يقوم بالخطوة الأولى، بيحس إنه هو، عشان هيك طاقته كانت إنه مركز على الأمور المادية حاليا، بتوقع إنه أغلب تركيزه على الأمور المادية مشان يبني ثقته بحاله. ممكن أنت وهالشخص في بينكم كتير اختلاف بالوضع المادي، مشان هيك هو عم بيحس إنه بده يثبت حاله من الناحية المادية. أوكي حبايبي برج الحمل، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها، إذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وكومنت شير وسبسكرايب، إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم، شكرا لكم جميعا.